حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا في حلقة جديدة من صيف الشرقية. اليوم عندنا جولة حول مدينة خورفكان من ناشئة خورفكان. طبعا هذه الجولة راح نمر فيها حول المواقع الأثرية والتاريخية مع الباحث التاريخي محمد النقبي. تعالوا ويانا ونشوف هذه الجولة. خلال الجولة اللي أخذنا فيها والمشتركين في هذا البرنامج الصيفي أدليت بمعلومات قيمة جدا. أهمية هذه المعلومات بالنسبة للجيل الناشئ اليوم وللمشاركين اللي اليوم كانوا معانا في هذه الجولة للمواقع التاريخية والأثرية في مدينة خورفكان. طبعا لا شك أن هذه الأمور مهمة جدا للغاية، لأنها راح تختفي وراح تنطمس يوم الايام اذا كان ما جددناها. نعم. فاحنا بفضل الله تعالى بعد دعوه بتلبيه الدعوه لمركز الناشئه بخورفكان باتلا بكثير من هذه المعلومات التاريخيه والاثريه والتراثيه لهذه الاجيال، لهذه الناشئه لابد انها تعرف تاريخ بلدها وتحفظه تماما وتكون متوارثه. نعم. ومتناقله. نعم. بين جيل الى جيل. بين جيل. نعم. نعم. حتى التعريف لاي شخص مثلا قابلهم يعني من اي بلد اجنبيه او زائر. صحيح. يسالهم عن بلدهم وما يعرفوا يجاوبوا، هذه اشكاليه كبيره. نعم. فلا بد يكون شخص ملم يعني، ولو كان صغير طبعا يعني مثلا ما ذكرته في البدايه، لا بد يكون عندك المام شامل عن مدينتك كل معارفه وكل. صحيح. جوانبها. نحن موجودين في نصب المقاومة، هذا المكان اللي أمر فيه بنائه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، تكريما لأهالي مدينة خورفكان الذين تصدوا للغزو البرتغالي عام 1507 ميلادي. بفضل الله تعالى توفقت أني أدليت بكثير معلوماتي التاريخية والأثرية والتراثية عن هذا البلد المعطاء مدينة خورفكان، أعرق المدن في التاريخ القديم. بالفعل يعني كانت لها مردود جميل من الطلبة عشان حتى تبقى يعني في ذاكرتهم عبر الزمان ويخلدوها لغيرهم يعني. ففضل الله تعالى ذكرنا الكثير من المعالم التي مرينا عليها قبل قليل، وبالفعل أنا حبيت أنها تثبت في ذاكرتهم. فهي تنتقل طبعا من عندكم أنتم كمؤرخين. نعم. من مصادر معلومات موثوقة. نعم. من هذا الجيل إلى جيل آخر. لا شك. نعم. لا شك في الكلام عنه. لذلك إحنا كم أمضينا من سنين نحصد هذه الأسماء وهذه التوثيقات من أجدادنا، من الكتب، من المصورين، من الزوار التي زاروا خورفكان، لذلك حبينا ننقلها لطلابنا وهذه الناشئة في هذه المدينة الجميلة حتى إن شاء الله تخلد عبر القرون. تعرف عليك؟ محمد سيف النقبي. محمد، وانت؟ عمار عبد الرحمن البلوشي. عمار، محمد وعمار، شو استفدتوا من خلال جولتكم التاريخية في خورفكان؟ اكتسبت معلومات تاريخية. نعم. جميلة الصراحة هذه المعلومات. وان شاء الله اني افيد غيري فيها ان شاء الله. وانت يا عمار؟ انا تعلمت ان في اماكن قديمة في خورفكان وعرفنا معلوماتها. اول مرة تسمعون هذه المعلومات وتستفيدون منها. نعم. شو اكثر الاماكن اللي عجبتكم او استفدتوا من جذبتك كمعلومات تاريخية؟ سد الرفيصة وسوار خورفكان من اكثر الاماكن اللي عجبتني. وانت يا عمار؟ حديقه شيخ وسد الرفيصة. يلا ان شاء الله هذه المعلومات اللي سمعتوها ايضا نقلوها لغيركم علشان يستفيد ان شاء الله. اليوم شفنا جولة تعريفية جميلة تاريخية حول مدينة خورفكان، حدثنا عن أهمية هذه الجولة. طبعا برنامج خورفكان في ذاكرة الزمان أحد برامج ناشئة خورفكان في الصيف. هذا البرنامج صار بالتعاون مع الأستاذ محمد خميس النقبي وبرعاية كريمة من هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة. البرنامج هو جولة تعريفية
للمعالم الأثرية والتراثية في خورفكان. نحاول من خلال هذه الجولة نعرف الشباب على هذه المعالم التراثية في مدينة خورفكان، وشو هي القصص ما وراء خلف هذه القلاع وهذه الأماكن التراثية. جميل جميل، نحن نشكركم، وإن شاء الله دائما يعني تكون هذه البرامج تصب في مصلحة أبناء البلد وكل المشتركين في طبعا البرامج الصيفية المختلفة في إمارة الشارجة. بإذن الله. شكرا لك أخوي خالد. شكرا لك. إذن من هذا البرنامج خورفكان في ذاكرة الزمان من ناشئة خورفكان، ننتقل وياكم مشاهدينا إلى فعالية أخرى، تعالوا ويانا. ومن مدينة كلباء وبالتحديد من مركز الطفل بمنطقة وادي الحلو، ننقل لكم فعاليات المعسكر الصيفي لأطفال الشارقة، فعاليات كثيرة خلال وقت الصيف، تعالوا نتعرف عليها. احنا موجودين في احد الورش الفنيه اللي مشاركين فيها هني بناتنا الحلوات في هذه الفعاليه، وقاعدين يتعلمون طبعا شغله جميله، خلونا نتعرف عليها. السلام عليكم. انا اسمي شمة، بصير صف خامس. ما شاء الله يا شمة، انت ما شاء الله الحين كبرتي بتروحين صف خامس ومشاركه اليوم بهذا المعسكر الصيفي. شو تعلمتي يا شمة؟ تعلمنا انه كيف نزرع البذره. انزين يلا قولي لي شو عندك هنا، هذا شو؟ هاي البذور؟ بذور و... وكوب. وهذا؟ ورمل و... وهذاك؟ ولزق. وورده وعيون ولزق ومقص. انزين شو بتسوينا الحين؟ اول شيء بنجيب الكوب وبنحط فيه عيون. يعني بتحطين العيون على الكوب هذا؟ تمام؟ وبعدين تزرعين البذور، بعدين نحط شويه رمل، بعدين نحط البذور، بعدين نحط رمل. ليش اخر شيء شو بيستوي؟ شو بنسوي؟ شو تتعلمون من هذا التطبيق اللي قاعدين تسوينه الحين؟ نتعلم كيف نزرع الزراعه، واي شيء احنا في البيت ممكن نزرع وناخذ ثماره ونستفيد منه، صح يا شمه؟ صح. يلا شكرا لك يا شمه. كمان استاذه فاطمه، يا ليت تعرفينا على اهم الفعاليات والأنشطة في المعسكر الصيفي في أطفال الشارقة وأهمية طبعاً هذا البرنامج. طبعاً تسعى أطفال الشارقة في من خلال البرنامج الصيفي إلى طرح العديد من البرامج والورش والفعاليات اللي تنمي وتسقل قدرات الأطفال من خلال المسارات الموجودة في أطفال الشارقة، مثل مسار الآداب واللغات ومسار الفنون والرياضة، العلوم والتكنولوجيا، وايضا المهارات الحياتيه ورياده الاعمال. من خلال هاي المسارات احنا نقوم بوضع العديد والكثير وننوع في طرح البرامج والفعاليات وايضا الورش الموجوده في المعسكر الصيفي، حتى يكون للطفل نوع من التحفيز لجذب الاطفال للبرامج. استغلال وقت فراغ الاطفال في الاجازه الصيفيه، فارتأينا أن يكون الوقت الزمني لطرح البرنامج هو الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر، حتى يتمكن الطفل من أخذ كافة الوقت اللي يستغله في هذا الورش والفعاليات. الفترة الصباحية فترة نشاط وحيوية أيضاً وجميلة، أيضاً يستغلونها أطفالنا خلال وقت الصيف. ومن هذا المعسكر الصيفي من أطفال الشارقة في منطقة وادي الحلو، ننتقل وياكم إلى فعالية أخرى، تعالوا ويانا. أعمال كثيرة شكلها أطفالنا المشاركين في هذا المعسكر، ومنها استغلال طبعاً الأدوات المحيطة فينا، الأدوات البيئية مثل ورق الشجر وبعض الأوراق المستخدمة، الأوراق المقوى اللي هي الكرتون، وشكلت طبعاً بأشكال مثل ما تشوفون أشكال متعددة ممكن استخدامها ل طبعا كزينة أو ديكور معين ممكن نحطه في البيت أو المنزل.
قصة شوشو في القرية. جاءت برقية للسيدة سلوى من عمها بالقرية يدعوها للحضور إليه. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف عليك؟ شمة عي مزروعين مركز الطفل في وادي الحلو. شمة هني أنا قاعد أشوف قصص جميلة وأشياء وبعض اللصاقات قاعدين يعني أنتم شكلينها. شو قاعدة تسوين هني شمة؟ خبرينا. إنه في كذا صندوق لازم نرتب القصة. يعني أنتوا شكلتوا القصص هذه بالشكل الجميل هذا وبعدين تطلع منها قصة مفيدة. قولي لي شو تعلمتي بعد من خلال تواجدك في المعسكر الصيفي؟ تعلمنا القراءة لأن القراءة تقضي العقل. جميل. وأنا وايد أحب القراءة لأنه وايد نستمتع فيها. شو حافظة يا شمة؟ حفظنا نشيدة. أنا حافظة نشيدة بس حفظنا وايد قصص. شو النشيدة اللي حافظتنا؟ عن اللغة العربية. يلا قولي سمعي. لغتي عربية أصيلة كريمة حكيمة مشرفة بأنها لغة قرآننا فتعلموها وعلموا أطفالكم فبها لسوف تحيا أمة القرآن وتحلو بها حياة الأحرار. من منطقة وادي الحلو ننتقل وياكم إلى وجهة سياحية في المنطقة الشرقية. تعالوا ويانا. يلا مع السلامة يا بنات. مع السلامة. ابنو ما يعرف برج الرابي من هذا المكان الجميل من مدينة خورفكان راح تبتدي جولتنا السياحية. تعالوا ويانا. إطلالة جميلة على مدينة خورفكان، وطبعا هذا المكان مميز خاصة لعشاق التصوير وقت شروق الشمس ووقت غروب الشمس، لا تفوتون هذا المكان. أيضاً لأصحاب الذوق العالي بإمكانهم تجربة احتساء القهوة ذات الجودة العالية. ولمحبي أيضاً ممارسة رياضة المشي على الجبال والمسارات الجبلية بإمكانكم ممارسة هذه الرياضة في هذا المكان، ولكن أنا اليوم مو بجاهز، ما أقدر طبعاً أمشي في المسار. لازم تكون جاهز بعدتك، وطبعاً الماي لا تنسونه، وأهم شيء أن ما تمشي بروحك، لازم يكون معاك حد علشان لدواعي طبعاً السلامة وغيرها. راح أترككم الحين ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة. مع السلامة.